رأيك دكتور تيسير، من هو المتهم لهذا التطرف ولهذا الإرهاب؟ وما هو التعليم أو ما هي الفلسفة اللذان يغذيان هذا التطرف؟ أو من يقف وراء جذر هذه الكارثة؟ جزيلا، فقط أشير إلى العزيزين اللي داخله. حرية المعتقد في نظام علماني يمكن أن يكون كفيلا بحل المواقف والعقبات تجاه قضية الاعتناق هذا الدين أو ذاك، أو التغير من دين إلى آخر بحسب حق الإنسان في هذا المجال. الأمر الذي يمكن أن نشير فيه الاتهام أن ظواهر التطرف والتشدد ومن ثم الإرهاب هي في منظومة تفكك منظومة الدولة باتجاه فسح الفرص إلى خطاب تكفير الآخر وعدم الاعتداد به والابتعاد عن احترام ظاهرة التنوع في وجودنا الإنساني. معروف أن لكل إنسان بصمته الخاصة، ومن ثم لا يمكن أن ينكر هذا الأمر كائن حي ذو عقل، ومن ثم فهوية الإنسان ببصمته، أيضا هوية الإنسان بانتماء لاعتقاده الديني لفلسفته ومنهجه في الحياة. الظاهرة اللي يمكن أن تكون سلبية مولدة لمفهوم التكفير ولمفهوم الاعتداء على الآخر وفرض منطق أحادي هو المغالاة وعملية تأويل النصوص الدينية بطريقة سلبية، أو أخذ الوجه الأحادي في النص الديني وتأويله ثم تركيب فلسفة جديدة هي لا علاقة لها بأصل الديانات كافة التي تأتي رحمة للناس وتعايشا فيما بينهم. لماذا لا نأخذ آيات التسامح بين الديانات؟ لماذا لا نأخذ الخطاب الإيجابي في الاعتقاد أن الله عندما أوجدك لتعمر الأرض وليس تخربها، لكرمك في عقلك لكي تحتكم إليه وليس لنصوص ربما تكون دخيلة على هذا النص الديني أو ذاك. بهذه الطريقة يمكن أن نتعايش، يمكن أن نتفهم الآخر ونبتعد عن الظاهرة التي تم تغذيتها عبر منطق نظام اقتصادي استغلالي بشع يدفع الناس إلى قلة غنية وكثرة فقيرة معدمة مهمشة مستلبة، وفي النهاية تندفع أو تستغل مثل هذه الظواهر، ظواهر الفقر، وإلى وضع متوحش عبر غسيل دماغ وإعطاء حالة من ضخ التطرف والتشدد، رد فعل على أساس ظواهر الإحباط، اليأس، الانكسار. الرب يبارك فيك، أشكرك عزيزي دكتور تيسير.